بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، جزاكم الله كل خير على اهتمامكم، الاهتمامكم بي واهتمامكم بحالتي الصحية. فأنا موجود بالرباط حاليا، وبودي نقدم تحياتي للجمهور العظيم، الجمهور المخلص الكريم اللي ما تخلاش عليا، ونحيي جريدة إسبريس اللي بدورها راه معايا ومسندني في هذا المحنة هذه. نقول لهم شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. وحالتي الصحية راه معروف المرض، معروف المرض هذه مدة 3 سنين، وأنا كان حاول بجميع إمكانياتي، ولكن إمكانياتي محدودة، ما غاديش نقدر نسير هذا المرض، لأنه من فين ما نجيو نخربوا فيه منا ولا منا اللي غادي نصيبوا التكاليف باهظة، وغادي نصيبوا أشياء كثيرة اللي هي ما يمكنليش أنا نسير هذا الشيء هذا. الحالة نقول مستقرة، لا أعلم، لا أدري. نقول راه في تحسن، لا أدري، لأن راني كنحس بواحد الآلام، ألم فريمون كبير، واحد الألم في ظهري وفي الدات ديالي كلها، واحد الأنين يعني اللي ما خلانيش تنفكر، ما خلانيش يعني أنين حرجني بزاف. في البدايات كانت مؤسسة لالة سلمى مكلفة هي في الرعاية، ودابا ما مكلف بيا حتى حد، درك وزارة الصحة رحنا نحاولوا باش نديروا ملف ديالنا باش نطلبوها حتى هي تساعدنا، وهذا الشيء اللي كاين، ما كانش شي رعاية أخرى ولا شي حاجة ولا شي دعم من شي جهة أخرى. الله، وزارة الثقافة يعني كاين يعني المعنويات، يعني سعادة معنوية كثيرة، ولكن يعني ما كانش واحد نشكرهم كثير على الوقفة ديالهم، ونشكرهم كثير على الطيبة ديالهم وعلى كل شيء، ولكن نتمناو إن شاء الله يكون مزيد أكثر باش تبان شي نتيجة إن شاء الله. هذا هو حاليا كاين بعض الفنانين الاخوان، ولكن انا ما نبغيش نقلق ناس، هذا المرض ديالي انا، ما نبغيش نقلق ناس اخرين اللي غادي يعيشوا معايا وفي هذه المحنه وفي هذا الشيء، ما نبغيش نقلقهم، لان كل واحد عنده مشاكل ديالو، ونبغي ماذا بيا لو كان جات بيدي انا، كون انا درت انا مني الطبيب ومني الدواء ومني كل شيء، ولكن للاسف الشديد ما لا استطاعه لي. ما الزياره تاع الاصدقاء والاخوان موجوده، ولكن بغينا الدعم الحقيقي. الجمهور ديالي يعرفني، كنحبو كنبغيه، وبالعكس نقول له اسمح لي بزاف قلقتك وديرونجيتك في هذا المرض ديالي، شطنتك معايا، واسمح لي بزاف، اسمح لي، هذا هو، نطلب منكم العفو، اسمحوا لي في هذه الظروف، ونتمناو لبلادنا ونتمناو للشباب ديالنا، نتمناو ان شاء الله نتمنى واحد المكانة أخرى اللي تتغير أحوالنا من حسن إلى أحسن إن شاء الله. ونقول لهم راكم في القلب ديالي، ومحبتكم بلاني بها الله، وراه صبت من الصعوبة لرعاية محبتكم، يعني محبتكم جاتني واعرة بزاف، راكم معايا 24 ساعة على 24 ساعة، هزكم في قلبي وفي خاطري، ما عرفتش نقول. يعني لما تجي الهضره على الجمهور، كلام ما يقدرش، تعبير ما نقدرش نعبر به، لان محبتكم فقط كل تعبير وفقط كل شيء. كنغتنم هذه الفرصه الطيبه بزياره إسبريس ليا، باش نوجه ندائي لصاحب الجلاله نصره الله، يشملني برعايته، وانا محتاج لهذه الرعايه، انا جد في حاجه لرعايته إن شاء الله بحول الله، ونتمنى طلبي يوصل إن شاء الله، وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من إسبريس.